طلعوا لي هالمنظر محلاه يا عمي. كبة نبيل ما لها البديل، طلع اشي مرتب. فمنضيف شوي زيت مازولا. يا سلام يا سلام. وانا طبعا اوريدي مجهز شوية كبة توست في الفرن. ايوه بابا روح روح. ايوه ايوه طبعا. دورها دورها دورها. يا سلام. طبعا كبة اشي بشهي لعشاق الكبة، لعشاق الكبة يا اخوان، اشي بشهي. بسم الله. طيب خليني الان نجيب، او خلينا نجهز قبل ما نجيب، نجهز نوعين سلطة حيطلعوا معها، لانه صراحة يعني ما سوي اشي فيها. هاي يعني جواهر نفيسة بس لحالها، اشوها قطعوها، لكن انا حبيت اعملكم جنبها هيك شغلتين صغار. طيب ابو هون قلت لي انت لونك بالداب بتسويها على الفحم، هيك بتخلص. طبعا الفحم، طبعا بتسويها على الفحم 100% على الفحم. على الفحم، هاي هذه حكاية عالمية على الفحم. ايش روعة حكاية عالمية. خيارك الثاني اللي هو هاي على هاي. طبعا طبعا. اوكي طيب شوفوا علي، بتضيفوا بندورة مفرومة. جاهز ابطاها؟ طبعا. نعنع يابس، سماق، سلطة قماش، ايوه شوية من الرمان، يا عيني على الرمان يا عيني، والكثير من البصل. الله الله. و فلفل، فلفل حار يا عيني. الله عليك. وشوية ليمون وزيت. هي أول سلطة حنقدمها. ألطف بصل، أحسنت. وهاي بدنا نعطيها لقسم الرز في مطبخ رؤية. تفضل معلمنا. خلطها هيك وقلبها بمزاجك هيك وعلى راحتك. الصلصة الثانية في عندي لبن. يا سلام على اللبن، طيبة لأطيب قلب. عندي لبن بلدي من طيبة. يا سلام يا سلام، شوفوا هالمنظر محلى. لبن بلدي طازج، طبعا يصنع من الحليب الصافي. الطيبة إحدى شركات المراعي. ولا قلت عنه بحديثك كبر. إحدى شركات المراعي، وفي جزء من الريع بروح على، يعني عليك، ده مركز الحسين للسرطان للمرضى. يا ساتر يا ساتر. السفت غير الرولات، ايش اللي قلت لي عنه امبارح؟ إليت. إليت الله، يا عيني على اللبن. شوفوا لي هاللبنات، شوفوا لي هاللبنات، شوفوا لي هاللبنات. انت سلمى ليش مش معايده معي؟ ليش يا عيني يا عيني؟ طب تعالي تعالي شفوتي بالله عليك، تعالي نعنع يابس. لا وين رحتي؟ وين بدك؟ اما اسمعي، زي سرطات القره هاي التغميس. والله. والكثير من اوراق الجرجير. يا سلام يا سلام يا سلام. وثوم ابو طه بدي اعطيك الان. هاي صارت جاهزه، احسنتي ابو طه، يا عيني عليك يا ابو طه. هاي بدها خلط، بس بدك شوي شوي تخلط فيها. طيب خلونا نصل الفرن. تفضل. بسم الله. يا عيني يا عيني يا عيني على السلطات الحلوه. يا عيني يا عيني. شوفوا لي الكبه، اول شيء كبه توست، قديش محشيه لحمه وفيها لحمة. طلعوا لي هالمنظر محلاه يا عمي. كبة نبيل ما لها البديل، طلع اشي مرتب. ممكن تطبخوها مع شوية بتنجان وبندورة بالفرن كمان، بنقدر نسويها صح سلمى؟ موصل. كبة موصل وتوست من نبيل. بدنا بكيت كبة موصل من نبيل، في لحمة في دجاج، بس اليوم بستخدم لحم. وعندنا كمان كبة توست من نبيل، وراح احكي لكم شو سبب التسمية. لبن بلدي من طيبة، وثلاث أكواب أوراق جرجير، بدنا ثوم ونعنع يابس، بدنا أربع أكواب بندورة مفرومة وبصلة مفرومة، وبدنا فلفل حار وزيت زيتون وعصير ليمون وسماق وملح وفلفل.